السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيت الله الحرام وأمام الكعبة الشريفة، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم يلي تشوف المقطع الآن أن يفرج همك وينفس كربك ويسر أمرك ويغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يسعدك سعادة في الدارين دنيا وآخرة، وأن يجعل شانك في عليين أنت والديك وكل مسلم. ماجد، أسأل الله العظيم أن يحفظك ويبارك فيك ويوفقك لنفسك ويوفقك لبثوثك ويفتح لك الخير وين ما لقيت وجهك للدنيا. أبو فهد، أسأل الله العظيم أن يطول في عمرك ويحفظك لنا ويحفظ لك والدتك ويشفيها لك ولا يجعل ترى فيها بأس. حسام، أسأل الله العظيم أن يبارك لك في والدتك وأن يجعلك من البارين فيها دنيا وآخرة، وأن تذوق نفعتك في الدنيا قبل الآخرة يا حبيبي. حبيب أخوك يستور، أسأل الله العظيم أن يعطيك حتى يرضيك، أسأل الله أن يعطيك حتى يرضيك، أسأل الله أن يبارك لك في حلالك وفي مالك ويسعدك فيما أعطاك وفيما يأتيك. يا حبيب أخوك أنت ابن هداد، أسأل الله العظيم أن يعطيك حتى يرضيك وأن يغنيك ويبارك لك في مالك وفيما قدمت لي. كوكو، مشاري، أكحل، جميع من قدم لي من رجل ومن أنثى، أسأل الله أن يعطيكم حتى يرضيكم، أسأل الله أن يعطيكم حتى يرضيكم وأن يبارك لكم في حلالكم ومالكم وفيما أعطاكم، وأن يرزقكم أضعاف ما قدمتم لي، إنه على ذلك لقدير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسعدكم سعادة جميعا، أسأل الله أن يفتح لكم الخير فتحا مبينا، وأن يبسط لكم الرزق بسطا جما، وأن يوفقكم لحياته. ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، واغفر لنا أنك أنت الغفور الرحيم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.